بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن تربة من المناطق من بركة مائية أخذتها من البركة المائية المتواجدة في محافظة الأحساء. هذه التربة اكتشفت فيها فصائل كثيرة من الميكروبات، مثل ما تلاحظون اكتشفت فيها فصائل من البكتيريا وفصائل كثيرة جدا من الفطريات، واكتشفت فيها أيضا فصائل كثيرة من الطفيليات الأخرى مثل الطفيليات الدودية مثل ما تلاحظون، وأيضا اكتشفت مخلوقات كثيرة أحياء دقيقة ترجع إلى فصائل من أحادي الخلية. طبعا عبارة عن تربة مختلطة بالطفيليات مثل ما تلاحظون، يوجد فيها نسبة كبيرة جدا من البكتيريا، يوجد بكتيريا حلزونية، بكتيريا مستطيلة، بكتيريا دائرية، يعني يوجد فصائل كثيرة جدا من البكتيريا والأحياء الدقيقة الأخرى، عادة نشوفها في البرك المائية أو البرك يعني في المستنقعات أو غيرها، من أيضا ممكن نشوفها في الشواطئ. طبعا تم دراستها تحت المجاهر التشريحية أولا كي حصر المخلوقات الدقيقة الكبيرة، بعدها تم دراستها في المجهر البيولوجي الكبير ولدراسة الأحياء الدقيقة تحت تكبير أكثر من 7000 مرة. أنا أنصح الباحثين ويعني عشاق الميكروبيولوجي لدراسة الأحياء الدقيقة في جميع المناطق وتحفيز هذا المجال، ويعني دراسة الميكروبات والطفيليات وبكتيريا، فطريات، فيروسات وغيرها من المخلوقات، كي يعني تكون عندنا معلومات كثيرة جدا عن هذه المخلوقات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعد الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد عينات أخرى في دراستها قبل في السابق.